Once upon a time, a girl called Swan. عمل سينمائي يحمل اسم كوبيليا. الفيلم قدم بطريقة معاصرة للكشف عما يعيشه الإنسان من ضرر بعد أن وقع فريسة تحت استغلال القوى الرأسمالية وكذا عملية التجميل. استمدت أحداث الفيلم لقصة رجل الرمال لارنس هوفمان التي تروي قصة شخص يصنع دمية رغبة منه أن يهيبها الحياة الجميلة. مزج الفيلم بين الرسوم المتحركة بالتقنية ثلاثية الأبعاد والرقص للتعبير عن القصة، كما تنوعت الموسيقى بين الكلاسيكية والمعاصرة لتعطي المشاهد لقطات إبداعية مغايرة عن الأفلام العادية. كما سبق أن الفيلم عرض في العديد من المهرجانات العالمية والدولية كمهرجان إنسي لأفلام الرسوم المتحركة في فرنسا والدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي بمصر. فيلم كوبيليا يعد إنتاجا مشتركا بين العديد من الدول، إخراج جيف تودور إلى جانب ستيفان دي بيول وبينتي سورو، بطولة الراقصة الأمريكية المشهورة ميكايلا دي برانس.